أنا عارف إنك عارفة اللي أنا بعمله، وعارف إنك مش راضي عنه، بس أنا مبقاش قدامي أي اختيار غير إني أعمل كده. عايز أرجع ابني وأرجع حقي اللي سرقوه مني. عارفة يا أمّا، بعد اللي عملته رغدة أنا بقيتش عارف الواد ده ابني ولا ابن حرام. أنا بقيت مش بثق في حد يا أمّا. ايوه. انت بتردش ليه؟ مش عايز ارد عليك. طب تعالى، عايزاه. انا بقى مش عايزك ومش عايز اتكلم معاكي. يا راجل تعالى، خلينا نتكلم كلمتين، وانا هفضل اتصل بيك وانت ما بتردش عليا؟ قلت لك 100 مره يا رغده، الواد ده ابن انا، واي حد يفتح بقه بكلمه اقطع له لسانه. انت اللي مش عايزه تفهمي. بالراحه. طيب الله. طب تعالى تعالى وانا هصالحك. ماشي، خلص حاجة في ايدي كده واجي. وده بريزة جنابه. وحشتني يا كبير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ده انا قلت مش هترد على الرقم اللي اديتهولي، تقوم تبعت ناس يجيبوني لحد عندك، وربنا انا قلت رقم فلانكش. طب هتسيب ايدي. وشك محمر وشكلك تعبان ومفرهد على الاخر. كنت عارف بقى يا عمو. طب تعال اوضتك هنا، تخش تريح فيها شويه لحد ما تفوق كده وتفوق لي وتحكي لي ايه اللي حصل في السجن في غيابي. طول عمرك ذوقك كبير. هو الهوا اللي بره زي بره؟ بره فين انت؟ انا مش بقى بره وجوه اوضتك. انا عايش هنا؟ اه. ده كتير عليا وربنا. مش حاجه تكتر عليك، احنا اخوات وانت ابن حلال وجدع. انا هسيبك ترتاح شويه عشان عندنا شغل كتير بالليل لازم نتكلم فيه. شغل ايه؟ بعدين هقول لك. يلا. الو